شرح كتالوج شهر 9. الشهر ده عندنا حاجات كتيرة حلوة. أول حاجة عندنا باك تو بيوتي روتين. هنلاقي الشهر ده حاجات كتيرة نقدر نستخدمها الروتين اليومي بتاعنا، من ضمنها مجموعة اللوف نيتشر. مجموعة اللوف نيتشر دي مجموعة مخصوص للبشرة الدهنية اللي هي بشجرة الشاي، مخصوص للبشرة الدهنية، فيها المنظف الرغوي التونر والكريم المرطب بتاع البشرة الدهنية. لو انت بشرتك دهنية وبتعاني من المشاكل، هنستخدم المجموعة دي كل يوم علشان نقدر نتخلص من الدهون اللي في البشرة. بنغسل بالمنظف الرغوي، بعد كده بنستخدم التونر على قطنة، وبعد كده بنحط الكريم المرطب للبشرة الدهنية اللي بيخلصك من الدهون الزايدة بتاعة البشرة. عندنا عروض علشان التنشيط. طيب الشهر ده اي حد هيعمل 75 نقطة هيقدر الشهر الجاي ياخد مستر جورداني بخصم 60%. ما عند أول منتج هتشتروه من كتالوج شهر 10 هتاخده 60% خصم على مستر جورداني. كمان الشهر ده أي حد هيشتري 200 جنيه من الكتالوج هيقدر ياخد كريم الأساس والكونسيلر بخصم 60%. تعالوا نشوف ايه المنتجات الجديدة. عندنا منتج رائع جديد، اللوف نيتشر البودي اند هير اويل بتاع الافوكادو. ده زيت مخصوص للجسم وكمان للشعر في نفس الوقت. الافوكادو بيعمل ايه للشعر وللجسم؟ اول حاجة للجسم، ده هيدي ترطيب حلو للجسم، هيدي لمعة ونعومة رائعة للجسم. كذلك الشعر، هيرطب الشعر وهيديله اللمعة اللي انت عايزاها في شعرك. هو زيت خفيف جدا وامتصاصه سريع جدا. طريقة الاستخدام، لو هستخدمه لجسمي بعد لما هاخد الشاور بتاعي هنشف جسمي، في نفس الوقت هو لسه جسمي مندي لكن ناشف مش مبلول، واقدر احطه على الجسم كله او على المناطق اللي انا حاسة ان فيها جفاف في الجسم. اما بالنسبة للشعر، فبغسل الشعر، بستخدم البلسم بعد ما اغسل الشعر، بشطف، وبعد كده بحط الزيت على الشعراية والاطراف بعيد عن فروة الراس، بجيب فوطة سخنة وغطي بيها الشعر، وبعد كده بسيبه على الشعر. الزيت ده ما بشطفوش من شعري، بيتساب على الشعراية، هو عامل زي السيروم، هيلمع الشعراية، هيديها نعومة، وهيطري الشعراية. لو اشترينا 2 هناخد خصم 50%. كمان عندنا فريندز ووردز، ده الأوضة تواليت دي ريحتها حلوة جدا، معمولة من الورود ومن الأخشاب، وفي نفس كمان الوقت فروتي أو من الفواكه. هنحس قوي بريحة الخوخ مع الفانيليا لما نشمها. لو اشترينا 2 هناخد 55% خصم على الاثنين. عندنا مجموعة رائعة نازلة الشهر ده، مجموعة الأوبتيمالز اللي بفيتامين سي. المجموعة دي فعلا حلوة جدا لجميع أنواع البشرة. المجموعة دي مكونة من المنظف، والمنظف هنا سكراب، ومن الماسك ومن الجل كريم. يفضل المجموعة دي هنستخدمها مرتين في الأسبوع، هي العناية الأسبوعية بتاعتنا. فيتامين سي بيعمل ايه للبشرة؟ فيتامين سي فيه مضادات اكسدة. مضادات الاكسدة بتأخر ظهور التجاعيد لانها بتحمي البشرة من الذرات الحرة اللي بتأذي البشرة. كمان فيتامين سي بيجدد خلايا البشرة، فهيقدر يديكي نضارة لبشرتك وفي نفس الوقت اشراقة لبشرتك. بستخدمها ازاي؟ بستخدم الاول المنظف السكراب، بنبل البشرة، بنستخدم المنظف السكراب على البشرة وبعدين بنشطف. بعد كده بحط الماسك وبسيبه على البشرة لمدة 10 دقايق وبعدين بشطفه، واخر خطوة بنحط الجل كريم او الكريم المرطب اللي مناسب لجميع انواع البشرة. طبعا مجموعة الاوبتيمالز ده كان اخر ظهور ليها في الكتالوج في شهر 8. دلوقتي نقدر نشتري اي منتج من منتجات الاوبتيمالز منفصل لوحده، لكن مجموعة الاوبتيمالز الايفن اوت هي الوحيدة اللي مستمرية معاها وبتدينا 20% نقط اضافية. بالنسبة للنوفيج، عندنا دي أسعار النوفيج الجديدة وبالنقط بتاعتها. هنلاقي كل مجموعة قدامكم مكتوب السعر بالنقط الجديدة بتاعتها. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر سبتمبر.